بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا ثامن رح ناخذ الأعداد المركبة. الأعداد المركبة هي الأعداد من 1 و2 و3 ل9 10، العدد 10 والعدد 11 و12 من 13 و19 عندكم الأعداد، يعني أقسام. احنا اليوم فقط حناخذ مراجعة هي الأعداد اللي ما قبل العدد 11، يعني العدد 11. خلينا نشوف الأعداد هي ما هي الأعداد. أول شيء أنها ما دل على العدد، يعني 1 2 3 5 7، هيك هاي هي الأعداد. أما المعدود، أما إيش المعدود؟ المعدود شو هو؟ الشيء اللي أنا بعده. ماشي، خلينا نشوف العدد واحد. أول شيء العدد واحد والعدد اثنين، ماشي، نشوف هدول عددين. واحد واثنين وين ما تشوف رقم واحد ورقم اثنين يطابق المعدود في التذكير والتأنيث. لازم يطابق المعدود في التذكير والتأنيث. يعني هون ناخذ مثال، جاء تلميذ واحد، تلميذ واحد هاي ايش؟ مذكر. اذا العدد ماله بده يكون مذكر، هيها شو؟ طابقت المعدود في التذكير والتأنيث. مثلا اشتريت رواية واحدة، اشتريت رواية واحدة، ها رواية مؤنث وواحدة مؤنث، تمام. واحد واثنين بيطابق، عندكم مشكلة فيه؟ لا. اذا نشوف العدد من 3 ل9. العدد من 3 ل9 بخالف المعدود في التذكير والتأنيث. يعني اذا كان المعدود مؤنث العدد بيكون شو؟ مذكر. اذا كان المعدود مذكر بيكون المعدود اللي هو العدد مؤنث. رأيت 3 جنود، هون 3 مؤنث، جنود اجت ايش بعدها؟ مذكر. اذا هذه مؤنث اجت مخالفة، تخالف المعدود. اوكي، مثلا ناخذ مثال اخر، 4 عربات، هيها 4 عربات. هلا اربع هون مذكر، عربات مؤنث، اذا اجت هون مخالفة، اجت هون عنا مخالفة. عندنا العدد 10، العدد 10 هو نفس العدد من 3 ل9 في التذكير والتأنيث، يعني هو مخالف تذكيرا المعدود تذكيرا وتأنيثا زي الأعداد من 3 ل9، ولكن بشرط إنه يكون العدد 10 مفرد. رأيت 10 رجال، هون 10 مؤنث، رجال مذكر. مثلا 10 نساء، أو رأيت في القاعة 10 طالبات و10 طلاب، المعدود بخالف العدد. بخالف المعدود. إن شاء الله يا ثامن في الحصة القادمة نبدأ في العدد 11 ونتابع الأعداد. هذه فقط مراجعة سريعة للأرقام في للأعداد عفوا من 1 ل10. في الحصة القادمة في حصة الزوم سوف نعطي الكثير من الأمثلة. إلى هنا وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.